معناتها الجلوس نزل قاعد يقرا والموتى بداو يقوى معناتها القرارات اللي تخذوها حتى توا ما كفاوش باش ينقصوا تاع جهه الفيروس هذيك المرحله الاولى. المرحله الثانيه حاولنا باش نزيدوا نفسوا ونطلبوا من الحكومه تزيدوا تكبس قرارات اللي خذتهم الجمعه اللي فاتت المرحله الثانيه معناتها ممنوع السيارات الليل والكونترول تاع القهاوي انا مش قاعد يطبق فهمت. وحاجة ثانية ثالثة نحاولوا في النهارين نتاع العيد أما نهار الخميس ولا نهار الجمعة كان العيد يصير أنا يصير نهار الخميس باش نحاولوا نقصوا هذيك الزيارات والبوسات ما بين العائلات وهذاك لابس جديد قوي تاع جهة تاع الفيروس. هذا سون دي بروبوزيسيون سانتيفيك الأقل قوي وشوية القرارات وتقليد التطبيق شفتو نتاع القرارات باش الكارثة لا توا موجودة في البلاد ونقص شوية الضغط على السيطرات خاطر أكتوبر هكا شفت تاير شفتو الأيامات العيد خاطر الجمعة الجاية معناتها برشا ناس يحبوا يروحوا معناتها باش يروحوا في الكيران وفي الكراهب وفي القطارات معناتها مع بيت ديجا فما تعدى بالشيء باش يوصلوا في عائلاتهم يعيدوا يزيدوا يعديوا ومن بعد باش يرجعوا معناتها.